الاول انا فاش كانوا كيخرجوا اشاعات يعني كنقول عادي، انا ديال الاشاعات انا عاديه يعني كنسمعهم على الاصدقاء ديالي الممثلين خرجوا بزاف الاشاعات وهادشي ولا بحال ولا معروف، ولكن فاش وصلتني انا في الاول جاتني المساله عاديه، من بعد عندي الوالده ديالي ما كايناش هنايا كاينه على برا ومريضه، عندي ولادي عندي عائلتي، فانا بالنسبه لي انا كنت مرتاح، ولكن الناس اللي دايرين بيا هما اللي ما كانوش مرتاحين، كاين اللي مخلي خدمته وكاين اللي مخلي بزاف ديال الحوايج، حيت فاش كيتوصل انه داك الشيء كيتداول وكيبداو يهضروا عليه الناس بشكل كبير، دونك هذوك العائله كيتيقوا واحد شويه يعني كيقولوا الاخبار صحيحه، فاش كيعيطوا لي انا في التوير مع التليفون ما كنجاوبش يعني كيزيد يتاكد لهم الخبر، دونك كيوليو هما اللي في معاناه اخويا. يعني دازت عليا الصباح ولكن الله ياخذ فيه الحق، هادشي اللي مورا هاد خينا هذا اللي مورا هادشي الله ياخذ فيه الحق. واخا سي عزيز شنو ردك على شي الناس اللي كيقوموا بمثل التصرفات؟ انا كيك اخويا زعما ما عرفتش يعني شنو الغايه والغرض ديالو من هادشي يعني ما ماكدينش، ولكن الحمد لله كيسبق لي وقلت يعني كاينين نتوما الناس صحفيين وهادي لا الصحافه الالكترونيه يعني كتقدر تكتب الخبر بالخف، يعني انا كنطلب من الناس انهم يعني يولوا يتابعوا الاخبار الالكترونيه اللي كانت جايه من عند صحافي يعرفوا بانه الخبر صحيح، الا كان داكشي ديال الفيسبوك وتويتر وهذا يعرفوا بانه الخبر ماشي صحيح، يعني ضروري انهم يحاولوا حتى هما يقلبوا شويه يعني. فانت كيف شتي يعني انا كنشكر الاخوان الصحفيين اللي كانوا كيعيطوا لي هذا الصباح باش ياكدوا ولا ينفيوا الخبر، هذه بعدا بادره حسنه كتلقاها من لي جورناليست وهذا يعني بعدا على الاقل الناس اللي قرابت لك ولا اللي بعاد منك والناس اللي عايشه اللي كنخدم معاهم ولا اللي كنشتغل معاهم يعرفوا شنو كاين من طرف صحفي. انا كنصور دابا صورنا منى ومنير السيلة دي كابسول غادي يدوزوا في القناه الثانيه، منى ومنير سميتهم انا ومنى ومنير سميتهم انا ومنى ومنير، حيت معنا الاستاذه فاضله بن موسى ودنيا بوطازو بطبيعه الحال هذو اللي كاينين في الكاستينغ. نعم. وكنصور مسلسل مع القناه الثانيه ايضا، المنتجه هي نجات قبي، نجات ديسكونكتد، نجات قبي وخالد مقري ديال القناة الثانية، إذا ديال القناة الثانية، والمخرج ونصرات وفي مجموعة من الفنانين، وباقي لحد الآن سيتكوم، باقي ديال رمضان باقي لحد الآن ما كاين والو بوغ لانستون، غادي نقول لكم زعما فحال هذا الخبر هذا يعني صعيب شوية، ولكن في نفس الوقت عرفت الناس يعني كاينين الناس اللي كيتصلوا بيا والناس اللي كيسولوا فيا كنشكرهم بزاف بزاف، فهاد النهار هذا كنشكرهم وكنشكر للجريده وكنشكر ايضا الصحفيين يعني كنعرفوا القيمه ديالهم في هذه المآسي اللي كتوقع، كنلقاهم جنبنا والحمد لله يعني كينفيو ولا كيصحوا الخبر،